مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج من أجل الكويت. أثار قانون الجرائم الإلكترونية جدلا في مجلس الأمة، وينظم قانون الجرائم الإلكترونية خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن عقوبات أقلها السجن 6 أشهر ودفع غرامة لجريمة اختراق جهاز كمبيوتر أو حتى شبكة إلكترونية، وأقصاها السجن 10 سنوات بجريمة تأسيس موقع إلكتروني لتنظيم إرهابي. ويفرض القانون أيضا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات لمن يدان بغسل الأموال ونشر معلومات تخص تركيب المتفجرات أو أي مواد ترتبط بهجمات إرهابية. وانقسم نواب مجلس الأمة حول القرار بين مؤيد يرى أن القانون ضروري لوضع حد للسب والشتم والطعن والانتقاد وإثارة الفتن في البلد، وبين معارض يعتبر القانون تعديا على حرية التعبير التي يكفلها الدستور. مشاهدينا الكرام، لإلقاء المزيد من الضوء حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحامية ريج حمادة. أستاذ ريج، رحب معك في برنامج. أهلا فيك، حياك الله، مشكورة ما قصرتي. في البداية مشاهدينا الكرام، ناخذ هذا التقرير ومن ثم نعود للمحامية ريج معنا في الاستديو. مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي وافق عليه مجلس الأمة في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة، أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف جهات الاختصاص في مواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة. القانون يهدف إلى حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، سعياً من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه النوعية من الجرائم. الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى إلى كثير من المخاطر، إذ أفرز أنواعاً جديدة من الجرائم يطلق عليها الجرائم المعلوماتية، كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية، والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة، وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية. المادة 10 من القانون نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20,000 دينار ولا تتجاوز 50,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصال بأحد قيادتها أو أعضائها أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية. المادة 8 نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10,000 دينار ولا تتجاوز 30,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية بقصد الإتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. بداية أستاذة ريج، رحب فيك مرة ثانية في برنامج من أجل الكويت، ودنا نعرف رأيك في أو ملاحظاتك أيضا على قانون الجرائم الإلكترونية. أول شيء أنا أشكركم ويعطيكم ألف عافية يعني على هالفرصة أني أطلع وأتكلم بقانون يعتبر من أهم القوانين الحين بالكويت. طبعا زاد الجدل فيه لأن مو متعودين على التشريعات الإلكترونية، يمكن هذا اللي قاعد يعطيهم خوف. دائما التشريعات الإلكترونية بالذات الجرائم الإلكترونية تدخل فيها الحقوق والحريات، فلذلك على طول تفكيرهم إنه راح يصير فيه قمع للحريات، بس اللي يقرأ ويبحث راح يستوعب إن الموضوع ما له علاقة في قمع الحريات، مجرد شخص أو شخصين قطوا كلمتهم الباجي على طول يتداولون بدون ما يقرون ولا يبحثون. يعني في النهاية هو أيضا أي شيء لازم يكون فيه قوانين يكون فيها يعني تعاقب وأيضا تحط خط سير لنظام معين يمشي عليه، خاصة أن الجرائم الإلكترونية تعتبر جرائم العصر الحالي. أكيد مسألة أن إحنا نقعد بفوضى ونستمر فيها هذا شيء راح يدمر البلد.
نعم. احنا قانون لما يتم تشريعه مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هذا القانون راح ينظم حياتنا وراح يحمينا، يعني مو بس ينظم الفوضى ويحمينا احنا كمواطنين من ضعاف النفوس اللي احنا قاعدين، اللي في وايد قاعد يتعرضون لها في قضايا متروسة بالمحاكم، واحنا عايشين على رحمة اجتهادات القضاة. زي لمتى احنا ننطر القاضي يجتهد ويحاول انه يشوف له مدخل او باب حيث انه يحكم فيه؟ لما يصير فيه نصوص قانونية واضحة وصريحة راح تريح الكل، المواطن راح يعرف حقوقه وواجباته، المحققين جهات التحقيق المختصة راح يعرفون اللي لهم واللي عليهم، وكذلك القضاء واحنا المحامين بنرتاح. يعني استاذه اريج كمحاميه، ايضا وسائل التواصل الاجتماعي هذه متواجده في الدول الاجنبيه، فبالتاكيد اكيد هنالك ايضا قوانين وضعت في الدول الاجنبيه لتجريم كل من يتجاوز حدوده او يتعدى على حريه الاخرين. هذه القوانين موجوده من سنين في بلدان الحريات، من سنوات موجودة. احنا الكويت المفروض نعتبر يعني من الدول، بالنسبة للدول العربية، من الدول المتقدمة. نعم. المفروض ان احنا نكون من اوائل الناس اللي مشرعين هالقانون، لكن مع الاسف نعتبر من الشريحة الاخيرة. ولكن لا زال في امل، يعني لا الحمد لله شرعوه، لا نعم. شغالين على التشريعات. اذا اردنا ان نتكلم ايضا عن المادة العاشرة، المادة العاشرة من القانون تطرقت الى معاقبة كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية او ايضا لشخص ارهابي او ايضا نشر معلومات على شبكة المعلوماتية، كيف يمكن ان نجسد هذه المادة على ارض الواقع؟ هذه شوفي بالاساس خلينا نتكلم عن القانون نقطة نقطة. اولا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الكل في باله ان هذا القانون اعطى الحق للدولة انها تدخل وتتجسس وتتصنت على اجهزتنا. هذا الكلام كله مو صحيح، لان بالاساس لازم يكون في تفويض. بدون تفويض، بدون إذن نيابة، راح يتعاقبون على هذا الدخول. لما نتين على المواد اللي نظمها القانون، قبل لا أدخل حق آخر شيء اللي هو الموقع الإرهابي، أول شيء أول مادة طبعا دشت بالتعريفات، دخلنا بعدين على المادة الثانية لكل من يدخل بطريقة غير مشروعة إلى أجهزتنا. هل من الحريات إن شخص يدخل على جهازي ويشوف شنو اللي فيه؟ هل هذه تعتبر من الحريات؟ لا ابدا. انا ماني عارفه ليش يعني خلق بلبله بدون اي سبب. هل من الحريات اني انا انشا موقع واشجع سواء انثى او ذكر على ممارسه الدعاره بالناحيه الالكترونيه؟ هل هذه تعتبر من الحريات؟ لا طبعا. وهذه احد نصوص القانون اللي جرمها النوع من الافعال واعتبرها جريمه ويعاقب عليها بالسجن او الغرامه الماديه. هل تعتبر من الحريات اني انا انشا موقع الكتروني اروج للمخدرات؟ هل هذه تعتبر حريات؟ انا مستغربه لما يتكلمون قمع الحريات. انت يعني موافق ان تتروج للمخدرات؟ هل انت موافق ان يكون في رذيله بالمجتمع عن طريق المواقع الالكترونيه؟ ترى هذه الحريات اللي انت تبيها، هذه الافعال اللي جرمها القانون. كذلك بالنسبه لمن يدخل بطريق بدون وجه حق على بطاقات الائتمان والكريدت كارد. الكريدت كارد انا بامكاني اروح محل، اروح قهوه، او ادخل استخدم كرتي. يكون هو في بعض الناس ضعاف نفوس عندهم طرق الكترونيه يخترقون بياناتي ويدخلونها وياخذون الارقام السريه بحيث انه هو يقدر يسحب من حسابي. هل هذه تعتبر من الحريات؟ لا. هل من حقه انه هو يدخل على حسابي ولا يدخل على كرت الكينت او كرت بطاقات الائتمان، كل الانواع هذه، ويقوم يسحب من حسابي؟ طبعا هم تفننوا الحين بما انها جرائم الالكترونيه هي جرائم العصر، صار في فن مو طبيعي في عمليه النصب والاحتيال وايضا السرقه. لكن هي متطوره. نعم. هذا النوع من الجرائم جرائم متطوره وسريعه، اصلا اساسا حتى التشريعات العالميه مو قادرين يلحقون عليهم. يعني احنا نتعامل مع مجرم ذكي، احتي ما تتعاملين مع مجرم عادي. إضافة إلى صعب الإثبات، من أصعب الجرائم هي الجرائم الإلكترونية، لأن أنت ما في شهود، ما راح تتعاملين مع مسرح، صعب أنك تلاقي أدلة، يعني بصمات والأدلة. لذلك هذا القانون الحين حاليا، يعني إذا أنا بتكلم عن قانون جرائم تقنية المعلومات، فهو يعتبر كتجريم لأفعال ولسلوك.
حالة حال قانون الجزائي. احنا شنو اللي نحتاجه اللي ينقصه؟ طبعا مو ينقصه بس لا، نحتاج تشريع ثاني او اضافة بعض النصوص لقانون الاجراءات، لان احنا نحتاج الاثبات الالكتروني. صحيح. انت شلون تقدرين تثبتين الادلة؟ في ادلة الالكترونية تختلف عن الادلة العادية، البصمات يعني في او السلاح اللي استخدم فيه. كذلك لما تيجي تتكلمين عن ضوابط، قصدك انه ما في ادله ملموسه مثل يعني لها ادله خاصه. نعم. لها ادله خاصه بالجرائم الالكترونيه، لذلك احنا نحتاج نصوص وتشريعات ثانيه. هي طبعا تدخل من باب الاجراءات. نعم. فهل يا اما يختار طبعا المشرع انه يضيف نصوص في قانون الاجراءات الوضعي، او انه يشرع قانون خاص بالاثبات الالكتروني ليحدد الادله والاثباتات، لان ما تعتبر مو سهوله ولازم تتوضح حتى ضوابط التفتيش. يعني انا شلون افتش؟ نعم. احنا راح نحاول نطلع الاجهزه هذه التفتيش والاجهزه وندخل عليها في اسئله ثانيه، لكن في سؤال اللي هو عن اثاره تعريف مفهوم الاداب العامه. يعني مفهوم الاداب العامه وتعريف المنظمه الارهابيه سبب لغط ونقاشات كبيره بين النواب. ما هي ملاحظاتك عن التعريفين، الآداب العامة وتعريف المنظمة الإرهابية؟ بالنسبة للآداب العامة، لما نتكلم عن الآداب العامة في المادة هني اللي موجودة، أنا أشوفها إن هي انكتبت بطريقة مطاطية وواسعة. هو يفضل ليش؟ لأن جرم هالسلوك، وبالتالي هذه الآداب العامة هي بالأساس تعتبر كمبادئ عامة. شنو الآداب العامة؟ سلوك يعتبر مو ماشي مع، ما يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع. قد يكون مخل الآداب أو أيا كان، حسب من مجتمع إلى مجتمع يفرق. لكن لما يتم تجريمه الأفضل أني أنا أحدد عناصر الآداب العامة، أوضحها بالتوضيح، عرفتي؟ لما نتكلم عن الإرهاب، الإرهاب والمنظمة الإرهابية هذه كلها في هناك وايد من النواب إن ليش ما تم تعريفها في هذا القانون؟ هي بالأساس معرفة في قانون تمويل غسيل الأموال وتمويل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الإرهاب شنو؟ الإرهاب إني أنا، مو أنا، بسم الله. الإرهاب إن شخص يسعى إلى قتل أشخاص مدنيين لأسباب سياسية، أسباب دينية، أو إنه يسعى إلى ترويعهم، يسعى إلى إثارة البلبلة في دول معينة. نعم. هذا تقريبا تعريفها يعتبر يعني بشكل عام، بس هو معرف في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك ما تم تعريفها في هذا القانون. أستاذة أريج، هنالك من يطالب أيضا بوضع سلطة التجريم في يد مجلس الإدارة وليس بيد الممثل القانوني الذي عادة ما يكون غير كويتي، فكيف تنظرين إلى هذا المطلب؟ شلون يعني؟ ما فهمت سؤالك. يعني هنالك من يطالب بأن سلطة التجريم تكون في يد مجلس الإدارة التي تدير هذا. منو مجلس الإدارة؟ يعني بالنسبة حق الجرائم الإلكترونية المسؤولين، بحيث أن الممثل القانوني، هل صحيح أن الممثل القانوني عادة ما يكون غير كويتي؟ شلون يعني ممثل قانوني غير كويتي؟ هذا بالنسبة حق السؤال مو واضح بالنسبة لي. إذا هنالك في أي لغط في السؤال ننتقل حق سؤال. ممثل قانوني قصدك لشركات مثلا؟ اي الشركات الخاصة، يعني الشركات الخاصة الممثلين القانونيين يكونون فيها غير كويتيين، صحيح؟ فيعني اللي يطالب بوضع سلطة التجريم بالإدارة، يعني الإدارة هي اللي تتحمل تتحمل المسؤولية بشكل كبير وليس الممثل القانوني. لا، هو الممثل القانوني بصفته ممثل قانوني مو بشخصه. اي لكن يوضع عليه اللوم بشكل كبير، صحيح؟ على الشخص الاعتباري. انا صراحه السؤال مو واضح بالنسبه لي، يعني اذا تقدرون توضحينه اكثر عشان تكون اجابتي دقيقه. اذا انتقلنا حق ان هنالك من يرى ان المشكله الكبرى في تمرير هذا القانون هو ارتباطه بقانون الاعلام الالكتروني، وفي حال طبق فسيشكلان رقابه صارمه على الحريات الى حد كبير، يعني انهم يحدون من الحريات. انزين، انت ايش رايك؟ هني ندخل على اي ماده؟ على الماده اللي سببت شويه الجدل، اللي هي ماده 7 و8 اذا ماني غلطانه، محافظتها. نعم. اللي هي احالت هذه القانون، احاله الى قانون المطبوعات والنشر. نعم. هذا القانون المطبوعات والنشر اللي الكل صور صفحته ونزله، طبعا مثل ما قلت لك بدون ما يفكر وغيري نزلها، أقوم أنا أخذها وأنزلها. هذه الصفحة اللي هي خاصة بقانون المطبوعات والنشر سنة 2006. نعم. واللي حطوه النواب اللي طالبون بالحريات. نعم. هم نفسهم اللي شرعوا،
والحين القانون هذا أحال لبعض نصوصه اللي هي شنو؟ المساس بالذات الإلهية والسخرية أو الطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وصحابة. فسؤالي، هل المساس بالذات الإلهية والمساس والطعن بالرسول أو السخرية فيه، هل هذا يعتبر من الحريات؟ لا، هذا ما يعتبر من الحريات، بالعكس أنا قاعد أقول لك نواب الحريات هم من طالبوا بتشريع أو شرعوا سنة 2006. طبعا التطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على أي فكر إسلامي عقائدي، هذه ما تدخل من باب الحريات. خاصة أن حرية الإنسان تقف عند تعدي على حرية الآخرين. على فكرة حتى الاتفاقيات الدولية كلها والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في العالم، نعم، هذه كلها قيدت الحريات بأنها ما تتعدى لعقائد ومذاهب الآخرين يعني والأديان وهذه كلها. فهذه بالأساس أنا ما أشوفها من الحريات. نعم، إذا يعني أردنا أستاذ أريج أن ننتقل إلى المادة الثانية، المادة الثانية من القانون تناولت أيضا جريمة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، فأنت إيش رأيك في هذه المادة؟ إنزين، أنا بندخلها على هالمادة، بس خلينا نكمل طالما دخلتيني بالمالة المطبوعات والنشر مادة 7-8، لأن هي أكثر المواد اللي صاير الجدل عليها. فعشان كذي أنا حابة أوضح النقاط اللي المواطن أو اللي بالتواصل الاجتماعي مو من حقه إنه يتدخل فيها. اللي هي المساس بالذات الإلهية. طبعاً في مادة ثانية اللي هي المساس بالذات الأمير، انتقاده أو نقل كلام عن سمو الأمير، لأن هذا أعطى الحق للديوان الأميري. وتوى من كم يوم في أحد النواب السابقين نقل كلام عن سمو الأمير بمصادر الخاصة وكتب مصادر موثوقة، أنت مو من حقك تنقل. هذه تعتبر جريمة يعاقب عليها، لأن أنت تتكلمين عن سمو الأمير. نعم. فيعني لازم لما تتكلمين عن رمز الدولة لازم يكون هناك جهة رسمية تنقل كلامه، مو أي واحد ينقل، لأن صار في فوضى ايضا صحيح. حتى في نقل الاشاعات او الامور المغرضه اصبحت هنالك، يعني وزاره الداخليه ما قصرت، خلت في هنالك بتويتر بالانستغرام هنالك يعطيهم الف عافيه وزاره الداخليه رسمية تحد من نشر الاشاعات واصرارهم ان اي معلومات تخص وزاره الداخليه خذوها من الجهه الرسميه. هذه وايد ترى خففت من الاشاعات، يعني انا شخصيا وايد من يسمعوا خبر لا نطروا لا نتداول، خلنا ننطر وزاره الداخليه على ما ينزل بيانهم. لأن نشر الإشاعة أو الفكر أنت قاعد تروج لفكر الإرهابيين في طريقة صحيح. غير مباشرة، وتصبح وسيلة من وسائلهم وهو ما ويثير الرعب في الناس، وفي أخبار ممكن تكون مو صحيحة، وايد أخبار طلعت مو صحيحة. فلذلك يعني يعطيهم ألف عافية، بس نتمنى أنهم يكونون سريعين. نعم. يعني أي خبر ينزل على طول إذا كان مو صحيح على طول انفوه، يعني لازم يكون بس إدارتهم ما شاء الله نشيطة. إذا كذلك نرجع حق المادة الثانية أستاذ، إيه بس خلي أكمل المادة نعم. الثانية وايد بالعكس أنا وايد إيه؟ لا حلوة، وأنا شخصيا عندي فيها نقطة نعم. راح أتكلم فيها، لأن في لغط صار بخصوص دخلونا في بعضهم بعض المحامين دخلونا بتنازع القوانين، فعشان كذي نعم. أنا أبي أتفرغ لها عدل هالمادة الثانية إيه؟ لما تين تتكلمين عن قمع الحريات اللي هي بخصوص الإعلام الإلكتروني شلون دخلوه بالقانون، أيوة. النقطة الثانية اللي تطرقوا لها اللي هو عدم زعزعة اقتصاد البلد، ان انت ممكن تنشرين اخبار تضر اقتصاد البلد وتضره، وبالتالي هني احنا لما نتكلمين لما انشر انا شلون اضر اقتصاد البلد؟ ليش اكتب كلام اضر اقتصاد البلد؟ اذا انا بقول رايي انت مو ممنوع انك تقول رايك، بس قول الرأي اللي يفيد اقتصاد البلد، لكن لما تبي تكتب كلام يضر اقتصاد البلد إذا ممكن يكون هذا الكلام مغلوط، ممكن يكون مجرد إشاعات، فأنت مو من حقك تنشر إشاعة وتضر في اقتصاد البلد، هذا ما يعتبر من الحريات. يعني اقتصاد البلد مهما كان يعتبر من الخطوط الحمراء. صحيح. إنزين، في نقطة ثانية اللي هي المساس بكرامة الأشخاص. أنت مو من حقك تمسك هالشخصية سواء كان شخصية سياسية أو شخصية عادية وتبتدي تنشر أخبار تمس كرامتهم أو تنشر أسرارهم. هو الاعتداء أو يعني خط أو مثل ما يقولون حريتك تقف عند اعتدائك على حرية الآخرين. على حرية الآخرين، لذلك أنا قاعد أحددها نقطة نقطة شنو هي، لأن هي محصورة. هي هذه بالنسبة للنقاط اللي خاصة بطريقة الآراء والكتابة هي على سبيل الحصر مو على سبيل المثال، يعني مو مفتوح، محددينها بالنقاط.
وهذه النقاط ما تعتبر يعني انا الحين من حقي اي اطلع الحين من البرنامج وامسك والله المذيعه الفلانيه فيها 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 والف كلام من مخي عليك، مو من حقي. هو بعدين مو حريات هذه، من قال ان هذه حريات؟ في وسائل التواصل قاعدين نشوف ان الاسلوب المتخذ هو اسلوب يعني للاسف من الاقليه اللي هو الشتم والسب في اي موضوع حتى لو كان يعني لأن هو في تبادل الاراء، لان البعض اعتبره، شوفي في بعضهم اعتبره نوع من البزنس وجذب الانتباه رزق اني انا اهاجم هذا الشخص الفلاني بفلوس او اهاجم الشخص الفلاني ايضا يعني هذا اللي قاعد يحصل، فهذا مو من حقك، انت مو من حقك تترزق الله على حساب سمعه الناس وسمعه الاخرين. فبالتالي هني لما يجي قانون ينظم هالعمليه وينظمها ويحط خط احمر. انا في قضايا وايد مرت علي يعني مثلا واحده من الشخصيات كافيه خير شرها قاعده تسوي اعلانات وقاعده تنزل، تي تلاقي حسابات يحطون صور لها قديمه ويركبونها ويغيرون الصوره هذه اللي وهي صغيره عمرها مثلا 12 سنه و13 سنه ويغيرون بشكلها ويبتدون ينشرون الاساءه حقها. زين هل انت من حقك انك تسوي كذي تسيء لهذه الشخصيه؟ مو من حقك، مو من حقك، مو لان هي تظهر اعلاميا او تظهر بالسوشيال ميديا وقاعد تنزل صورها معناته انت من حقك انك تسيء لها وتسيء لسمعتها وتبدي تنشر الاشاعات. ترى في ناس ترى فاهمين كذي ان طالما هي رضت تظهر خلاص تتحمل، لا هي تظهر بتظهر بصوره محترمه. يعني احنا نشوف ان شاء الله نقول ان قانون المطبوعات والمرئيات شويه كان في بعض اللغط، لكن ايضا كان في باستعماله وتداركه راح يكون في هنالك وضوح للاشخاص لما اللي بيركز على النقاط وبيقراها قرايه بتعمق راح يعرف ان ما فيها مساس بالحريات. زين انا مصره الحين نرجع للماده الثانيه. لا بالعكس انا بأتكلم فيها، انا اللي مصره عليها. يلا نمصر احنا الاثنين. الماده الثانيه من القانون اللي هي تناولت جريمه الدخول الغير مشروع. غير مشروع، كلمينا عنها. الدخول الغير مشروع لما انا طبعا هذه الماده صار فيها بعض الانتقاد من بعض الزملاء، طبعا اكن لك الاحترام والتقدير، لكن انا اختلف معه بوجهه نظره. ليش؟ لان اعتبر ان هذا القانون اللي هو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هذا القانون ما له داعي موجود لأن في قوانين ثانية تم تشريعها اللي هو قانون المعاملات الإلكترونية، وهذا القانون تطرق لنفس المواد وبالتالي المواد مكررة، فإحنا راح ندخل في تنازع القوانين وإحنا راح يكون هناك في تضارب بالمواد وبالتالي خل نلغي هالقانون. أي تنازع قوانين؟ أولا مع احترامي أنا طبعا متخرجة من جامعة الكويت، دكاترتنا الصراحة ما درسوني شيء اسمه تنازع قوانين داخلية أو تنازع قوانين محلية، أنا درست تنازع قوانين دولية بين الدول. ليش؟ في قانون أحوال شخصية بالكويت يتناقض مع قانون الأحوال الشخصية اللي بأمريكا، بس قانون الأحوال الشخصية يتناقض مع القانون المدني اللي بالكويت؟ ما سمعنا عن كذي. بتكلم الحين عن هالقانونين، هذا قانون المعاملات الإلكترونية. نعم. هي المادة الثانية أيضا موجودة على الشاشة، المخرج أستاذ فواز حاط لنا إياها. يعاقب الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبقرامة لا تزيد عن 2000 دينار ولا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هذين العقوبتين، كل من ارتكب دخولا غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي أو نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية البيانات أو أي نظام إلكتروني متم إلى شبكة معلوماتية. فلو تكلمينا الحين عن الموضوع هذا اللي يعني فعلا الناس وايد تكلمت فيه بان الدخول على الكمبيوتر الخاص بالآلية، الدخول الغير مشروع يعني بدون تفويض، وهذا اللي انا تطرقت له من البدايه. نعم. هل من حق اي شخص انا عندي مثلا في عندك الهاكرز الحين صح هذيلي مثل ما قلنا احنا اللي يرتكب الجرائم الالكترونيه عاده يعتبر مجرم ذكي من اذكى انواع المجرمين، هو المجرم صح اللي يرتكب الجرائم الالكترونيه وعاده مراهقين، لذلك هذا القانون دخل هالموضوع وركز على من يستغل المراهق او الغير مؤهل وبالتالي لارتكاب هذه الجرائم. فاي شيء يسوي يخترق موقع الكتروني مثلا بنك مثلا، انا ما يعني هذه الماده مترتبه عليها مواد ثانيه، ترى احنا كنا بنتكلم عن الماده الثالثه اللي هي خاصه بالبنوك، لكن احنا كنا بنركز على الماده الثانيه كلها يعتبرون لان الدخول الغير مشروع مكرر في هالماده بخصوص الاتلاف. يعني انا ادخل
على حسابي يدخلون مثلا موبايلك او الايباد ويدخلون على مواقع تخصك انت، يقومون يمسحون صورك مثلا، يتلف معلومات تخصك، يطلع على اسرارك يقوم ينشرها، هذا يعتبر من الحريات او غيره من يدخل على هذا، كله يعتبر دخول غير مشروع لمن يدخل على ايميلي بدون ما انا يخترق، عرفتي؟ هذا الدخول الغير مشروع اللي هو يعاقب عليه القانون. هني صار في لغط بالنسبة لقانون المعاملات الإلكترونية، اعتبروه متعارض مع المادة 37. أنا ترى مو من عاتي أجيب أوراق قوانين، بس لأن أكثر من قانون فيصير لخبطة. لا متى، لأن أكثر من قانون عشان ما أحفظ. شنو هني شنو المادة 37 اللي اعتبروها تتعارض مع المادة اللي هي الثانية؟ المادة الثانية تتكلم عن الدخول الغير مشروع، يعني اللي هو القانون ما أعطاك تفويض أساساً، ما أعطاك المشرع ما أعطاك تفويض إن أنت تدخلين، دخلتي بطريقة ملتوية. لكن المادة 37 تكلمت عن تعمد الدخول بغير وجه حق. شنو الوجه غير وجه حق؟ هذه متعمقة أكثر. يعني بعطي مثال بس حق المشاهد عشان مثال بسيط. مثلا أنا الحين قاعدة ببيتي، يتني ضيفة ودخلت عندي، قعدت بالصالة، أنا دخلت الصالة، رحت شوية رجعت لقيتها دخلت غرفة النوم. هذا يعتبر دخول دون وجه حق. انت اوكي انت انا دخلتك بيتي كضيف، بس مو معناته ان انت تدخلين، او انا اعطيتك جهازي عشان تتكلمين بالتليفون، بس مو من حقك تدخلين تشوفين الواتساب والاسرار اللي مسجاتي او تستخدمها بصوره. هذا الدخول هذا يعتبر دخول بغير وجه حق اللي هي تكلم عليه الماده 37. لكن ما تتعارض مع الماده الثانيه. لان الماده الثانيه تتكلم عن الدخول غير مشروع. دخول مشروع انك تبوقين تليفوني الغير مشروع وتدخلين مثلا، هذا يعني احد الامثله، يعني في طرق كثيره، بس مثلا تسرقين تليفوني عشان تطلعين على اسراري وتبتدين، او ايضا حتى مثلا في الوزارات او في المكاتب لما يدخل موظفه بدون اي وجه حق مثلا على سيستم مديره مثلا ويسحب المعلومات، او هذا دون وجه حق. اي بالضبط، ان انت اوكي انت موجود تقدر تدخل مكتبي، بس هذا مو معناته ان انت تدخل وتسوي. فهذا هني الفرق بين الدخول دون وجه حق وبين الدخول الغير مشروع. هذه النقطه في القانون الفرنسي شنو سوى؟ ما اختصرها بس على الدخول الغير مشروع، زاد عليها وأضاف والبقاء الغير مشروع. يعني أنت ممكن تكونين داخلة بطريقة مشروعة بعدين يعني انتهت مشروعيتك بطريقة ما، في طرق كثيرة، لأنه هو يعني هذا النوع من القوانين ترى وايد واسع، وايد متشعب، يعني متشعب، فيحتاج ومتطور، فيحتاج على طول التطورين. فأنت ممكن تكونين أوكي أنت دخلت بطريقة غير مشروعة، بس المفروض تطلعين. هل مقصد يعني بفترة زمنية، هل مقصد إنه يعني طلب مني مثلا مسؤول إني أنا أطلع وما طلعت وظليت في المكان؟ مو مسؤول، ممكن تكون أنت طلعتي من وظيفتك ويفترض إن أنت تسلمين مثلا. أنا أعطي مثال مثلا مثال يعني طويل. في يعني أنا ما بأدخل بتفاصيل لأن هذه بروحها أعطي مثال يعني إيه أعطيك، أنا تكلمت يعني أفضل إني أتكلم عنها بشكل عام، لأن يعني هذا بروحه هالموضوع يبي له قصة تدخلينها. بس إن القانون الفرنسي مثل ما قلت لك ركز أيضا على البقاء الغير مشروع، وهذا يعني حسنا فعل فيها. فبالتالي حتى قانون المعاملات الإلكترونية شنو بالأساس من المادة الأولى، أو لا أقصد من المادة الثانية، على طول يتكلم إن تسري أحكام هذا القانون على السجلات والرسائل والمعلومات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية. يعني خصصها، يعني ما يعتبر متعارض مع هذا. احنا في القوانين الداخلية ماكو شيء اسمه تنازع قوانين. ليش؟ لأن بالأساس العام الخاص يقيد العام، وبعدين في شيء اسمه العقوبة الأشد. فلما تين بالمادة 37 اللي استند عليها زميلنا المحامي، فهي واضحة من بدايتها. زين، اذا احنا اردنا يعني ان بعد ما تكلمنا عن الماده 37 وتكلمنا عن الماده الثانيه، ايضا احنا ودنا نركز ايضا عن استاذ اريج عن الماده الثالثه اللي هي ايضا تكلمت فيها في بدايه البرنامج عن الدخول على الحسابات الخاصه بالعملاء. يعني الماده الثالثه تضمنت تجديد العقوبه في حال كون البيانات محل الجريمه حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشأ والمؤسسات المصرفية. هل من تفسير أكثر تعطينا أكثر عن المادة هذه؟
يعني طبعا البنوك الكويتية يعني ما شاء الله وايد وايد مهتمين بالأمان لمواقعهم، يعني مو بسهولة اختراقهم، يقعدون مع مجموعة من المختصين بحيث ان هم هذه المختصين شغلتهم يصير بس يخترقون عشان يشوفون وين الثغرات، فهم يعني ما ينخاف عليهم بنوكنا قلبهم عود. لكن شنو اللي يصير بعض الحوادث، ومتى تصير الحوادث؟ المواطن لازم يكون عنده وعي. لما نيون يبعث لك ايميل يجيك بطريقه التحايل، يبعث لك، وهني ترى القانون تطرق للي يتحايلون، يتحايل سواء يتحايل باسم شخص او يتحايل باسم شركه او يتحايل باسم بنك، هذه كلها فعل وسلوك جرمة القانون. طبعا هو هذه اساسا هذه كلها جرائم وافعال مجرمه بالقانون الوضعي، لكن السلوك تغير. نعم، هو شوفي احنا نشكرك على وجودك، وادري انك جايبه اوراقك لا لكن نص ساعه استاذه اريج انتهت. نشكرك بوجودك معنا استاذه، حياك الله، الله يسلمك. النشطه اريج حماده على وجودك معنا في برنامج، اتمنى اكون افدتكم ولو انه سريع والله كفيتي يعني. ووفيتي، الله ان شاء الله نلتقي معك في وقت برنامج اخر. مشاهدينا الكرام نشكركم على وجودكم معنا في برنامج من اجل الكويت، على اساس ان شاء الله نلتقي معكم مع ضيف اخر وموضوع اخر يهمنا جميعا. تقبلوا تحياتنا والى اللقاء.